العراقية، وإن شاء الله الإخوة سوف يضعوا صورة هذا الموضوع اللي تحدثنا فيه، إن المدعو ثائر الدراجي شوهد في تركيا. الصورة تظهر الآن على الشاشة، هذا هو ثائر الدراجي الموجود في الصورة، وهذه تقريبا هذه المنطقة يعني. نعم، الآن هنا الصورة جزئين، هذه المنطقة المتواجد بها على ما يبدو جنب يعني مبنى للأمم المتحدة، ويبدو أنه يعني يريد أن يعني يقدم على هجرة أو لجوء سياسي أو على هذا النحو. ويعني التساؤل الطبيعي في مثل هذه الحالات، كيف خرج ثائر الدراجي وأين هي مذكرة القبض عليه؟ يعني أحببنا أن ننشر هذا الصورة التي يعني يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى فكرة يعني ليس فقط كما قلنا ثائر الدراجي، بل أن واثق البطاط كان على السومرية، وكثير يعني من اللي هم بيقولوا أنه مطلوب القبض عليهم، نشاهدهم يعني كل هذا نعم بنشاهدهم.